مرحبا، راح أحكي لكم اليوم عن الأنتيدوت. هو برنامج بعد التنصيب بينزل ضمن الوورد، بحسن نستخدمه للتدقيق اللغوي ولتحليل النص. راح نشوف مع بعض هلا إيش الخدمات اللي ممكن يقدم لي إياها هذا البرنامج أو اللاحقة اللي بتنزل مع الأوفيس، وبتنزل كمان على النت يعني على الكروم أو أي متصفح. طبعا هون أنا عم بشتغل، كنت على ترجمة نص من الفرنسي للإنجليزي. بالعادة بعيش النص الفرنسي لبين ما أخلص ترجمة، بعدين بحذف النص الفرنسي. عشان هيك رح تلاقوا إنه النص فيه فرنسي وفيه إنجليزي. المفروض إنه عم بشتغل بس على نص إنجليزي، تحملوني معلش. بروح للآخر وحدة الأنتيدوت. إذا ضغطت هلا بتعرفوا إنه في مدقق لغوي بالوورد، بس إيش اللي بيعطيني إياه بشكل إضافي الأنتيدوت هاد؟ الأنتيدوت فيه 3 شغلات، فيه الكوريكتور اللي هو تصحيح النص، فيه ديكشنريز قواميس ممكن أستفيد منها في شرح الكلمات بنشوفهم بعد شوي، وفي جيد أو جايد اللي هو بيعطيني كتب قواعد لحتى أتثقف أكثر وأصير أعرف أتعامل مع الجملة أكثر إذا في عندي أخطاء، أعرف ليش هون الخطأ وليش الصح وكذا. خلينا أبلش بالكوريكتور. فتحت رأسا بصفحة لحال، فتح لي النص بصفحة لحال. أي تعديل عم بصير على هذا النص طبعا عم بيصير التعديل نفسه ضمن الوورد. عم بيعطيني أول شي فوق هون إنه النص تبعك فيه 44% إنجلش و56% منه فرنش. طبعا لما بحذف فرنسي بيكون كله إنجليزي. هلأ بده يعطيني إيش في عندي لحتى أعمل أفضل نص ممكن. أول شي من ناحية language عم بيطلع لي وين في أخطاء وين إيش المقترح. حبش، أنا طاهر حبش طبعا، حبش عم بيقول لي اكتب باش بيكون أفضل. طبعا ما رح أغير اسمي وما رح أرد عليه بكل شي يعني، بس كل ما هنالك إنه ممكن ينبهني على أشياء أنا سهيان عنها. إيش عم بيقول لي هون؟ American spelling. The spelling make up is uncommon in American English. You should use make up. إذا أنا عم بخاطب in American English make up تجي متصلة. معناتها هذا بريتش انجلش. طيب معلش، هي حلوة هالفكرة، هاي ميك اب. لا شكل القديم احلى، شكل القديم احلى. هو هاي فهمت ما هي، برجع احط لي تحت خط. طيب خليني اشوف فرنسي. فرنسي الفرنسي ما رح اشتغل عليه. الانجليش benefits the meaning of this word is sometimes confused. تمام. valuable gallicism the meaning of this word sometimes. ها انه ممكن نخلطها مع كلمة تانية. لا نمشي الحال. sure make sure. لا لاحظوا لما بيكون الاحمر له معنى ولما بيكون أصفر أو برتقاني وغيره، أصفر ليموني بيكون معنى آخر. هلا هون إيش بهاي الكلمة؟ make sure that it is a vegetable. أنها نبات. لا أنها نباتية. إذا أنا عايز أفهم هي ignore. preserved bio. ايش اسمه، ايش مشكلة البايو؟ طبعا انا عملت تدقيق قبل هلا، مشان هيك كان يفضل اعيف الاخطاء قبل ما ابلش اشتغل.
فاميليار فاميلي. لا ها فرنسي هون بلا عن انجلش care it ideal care it will protect your hair from external aggression. ايه ايش ايش عم تطرح لي care pronounced the pronoun it and the introductory phrase ideal care from a double subject. ها بقول لي انت حيطت فاعلين اذا بيناتهم فاصلة ما في مشكلة، اذا واحد بيكون للتوكيد فهو عم بيقترح لي مش عم بيقترح. اذا اعطيته تصحيح ideal care will protect your hair from، لا انا بفضل اعيفها مثل ما كانت لانه هيك بكون عم ببرز الكلمة. طيب اذا ايش في مقترحات لغوية عم بيعطيني اياها هون وعم بيعطيني، لا كمان هون دخلنا على الفرنسي انجلش، خلينا على الانجلش، عم بيعطيني اقتراحات واستبدال. طيب ناحية تانية التيبوغرافي، typography liquid gold بيقول لي اذا عملنا ال quotation mark هدول typography quotation mark should be used correct. ميلهم اوكي ما في مشكلة. طيب هلا إذا أول ناحية language، ثاني ناحية typography يعني من ناحية الاعتناء بالعلامات التنقيط وإلى آخره. هون إيش المشكلة correct؟ ها قبل الثلاث نقط ما في مسافة، بعد الثلاث نقط في مسافة أوكي. هلا خلينا نروح على الستايل، إيش في الستايل repetition عم يعطيني كل كلمة كم مرة مستخدمها أنا، لأنه بالعادة تكرار الكلمات كتير يضعف النص. هلا oil بما أنه موضوعي عن الأويل فعادي أنه يتكرر. What is vegetable argan oil؟ argan oil هون أنا متقصد أنه أكرر كلمة argan oil مشان أثبتها بذهن القارئ. construction argan is also known okay your hair is colored fear not your hair is using this wonder oil will not alter your color in any way okay. Vocabulary is most complete. Scans encounter scans and bit for many. A setup is informal. In a film ليست رسمية. Unformal informal formal informal okay. Reliability readability in order to make sure بياخد من جملة جملة. gender neutrality هنا في شيء. هلا هذا بالنسبة لل correction، بالنسبة لل revision خلينا نشوف شو عم يعطيني. أول شيء عم يعطيني pragmatic
هو عن مين عم نحكي؟ لا، ايش في اسماء علم مذكورة؟ بعدين how many، ايش في ادوات بتدل على ال how many؟ all، just one. ايه وين؟ وين الزمن؟ نوفمبر، after، for some time. where ايش الاماكن الموجودة؟ الأماكن اللي حكيان فيها. فبحسن إنه هون إنه عم بحكي عن الزيت اللي بموروكو ولا بالبرازيل. نعم، بروتاغونيست يعني اللي مشاركين في الحدث. عن مين عم نحكي؟ دائما عم نحكي عن يو، سيدتي، أنت تفعلين كذا وتفعلين كذا، للاستفادة من هال الزيت، زيت الأرجان. طيب معناتها أموري جيدة هون. خليني أرجع أشوف السيمانتيك. سيمانتيك علم المعاني. فأول شي بدي أشوف إيش في كلمات weak، كلمات ضعيفة. article possible، كلمات متكررة كتير sometime. طيب بدل weak خليني أشوف strong. الكلمات اللي عم تعطي قوة للنص. most global، ها إضافة إشارة التعجب هون عطاها قوة. vegetable again، إشارة التعجب عطيت قوة. the best ally for your hair care، best هون عطيت قوة للنص. طيب negative، إيش في كلمات negative مستخدمة أنا؟ damaged، hair damaged، brittle، accident، superfluous، grass، acid، acid grass. نعم، attention، no attention من الفرنسي، ايش في كلمات positive و negative و strong عم بيعطيني كل وحدة بلون. طبعا انا بحسن حدد انه بس بدي هالنوع من الكلمات بوزيتيف، الكلمات الإيجابية اللي عم تعطي النص شيء إيجابي باللاشعور تبع القارئ. نعم، رحنا من علم المعاني إلى علم المنطق. transition، التنقل بين الجمل. in order to do كذا كذا كذا، مشان تعملي كذا اعملي كذا. as you، هون نص فرنسي. but then، طبعا كلمات التنقل بين الجمل تعطي قوة للنص. in order to، quoted text، الموضوع بين قوسين بين مزدوجين بشوفهم مناسبين للنص. طيب هلأ بنروح على شغلة حلوة، counts. أعطاني counts، حسابات، total. كم paragraph عندي؟ 32 paragraph، مقاطع. كم sentence، جملة؟ 98. كم words؟ 2099. إذا عم بيعطيني إحصائيات حول النص. عدد الحروف، عدد الحروف مع الفراغات بيناتهم وهكذا. من counts خليني أروح على performance. performance النص رأسا بيعطيني يا إما novice يعني نص ضعيف، أو badge، أو overweight يعني متوسط، أو master يعني جيد يعني ماستر كيبو، أو درويد يعني نص رائع. تمام، إذا هون بما أنه أنا مشتغل عليه أعطاني النص درويد يعني مستوى النص قوي. طيب error types، نماذج الأخطاء.
ايش الاخطاء الموجوده؟ error types عندي اول شيء بالسبيلنج كم خطأ؟ 1 2 رأسا ايش هنين؟ الخطأ الاول باسمي هو حبش يعني كنية، طبعا هذا مو خطأ، هذا هيك اسمي ايش يعني، بس والله نبهني على شغلة الكنية مالي حيطات حرف كبير، وهي حرف كبير حبش صلحته. نزل عدد الأخطاء لاثنين، حبش ما بقى يعتبرها خطأ لأنه حيطة بحرف كبير، فبينت عليه إنه هذا اسم علم. أرجان يبدو إنه كلمة أرجان جديدة عليه، هو بيعرف كلمة أرجان عضو، بحسن أقول له unknown add هيك بصورة عندي قاموسي خاص أرجان English singular أرجان أرجانز animal uncountable entity qualification this thing or concept person لا مو person، إذا كان اسم شخص بحط له أنا person animal group إذا uncountable entity خالصة، بس عدلت له إياها ضاف عليهم. طبعا أنا كاتب من قبل بعض الجمل اللي كان دائما يعتبر لي إياها خطأ، رأسا قلت له هاي هذا اسم أشخاص، هذا فريدة اسم بنات، هذا اسم شباب، كل شيء جديد عليه، فهو دائما بيعمل بيحدث قاعدة البيانات تبعه حسب المستجدات عندي. هلأ بالسنتاكس عم بيقول لي في خطأين care it يفضل أساويها كير، وينها هي كير ايديال كير، هي قلت انه انا هلا عامله مشان ابراز الكلمة. الثانية اشو few just take few drops a few drops، لا few drops اقوى بالنسبة لي correct article a is missing. طيب in case of sub or phrase just take few drops، ايش رايكم few drops ولا a few drops؟ ضعيفة على حالة، بما انه هون عم بيقول لي انه النص تبعك رائع، performance عندي رائعة. طيب error types شفناها، لما بضغط على هون في عندي pronoun ايه، وهون في عندي a few ناقصني article. طيب language رأسا قال لي انه في عندك 43% English و 56% French، هذا كل شيء French حدد لي اياه، لا كل شيء English حدد لي اياه، وعافي الفرنش، وكل شيء فرنش حدد لي اياه. معناتها اذا شفت كلمة ما انجليزية راح يقول لي انه هي الكلمة ما انجليزية. طيب words عم بيقول لي انه كلمة wheel oil طبعا بالانجليزي مكررة كتير، كم مرة مكررة؟ 33 مرة، هذا طبيعي لاني موضوعي هو عن الاويل. ارجان نفس العدد لاني كل ما قلت ارجان اويل، نعم to be is طبعا to be يستخدم كثيرا، اذا بيعطيني كل كلمة وش قد عدد مرات الاستخدام. نعم etymology علم اصل الكلمات، borrowed words الكلمات ال borrowed ايش يعني borrowed يعني مستعارة، routine include native lexical stock
تحت رأسا لما باخد قسم في مأخوذ من ال Old French Tall Old English Norse Taken Middle English Germanic Would have here Derived أو Derived كلمات مشتقة Skin Care Make Up health healthier وهكذا بحسن اشوف وحده وحده اذا عندي اشكاليه واشوف وين عندي مشكله. tenses الزمن المستخدم في النص لازم يكون مناسب للنص. عندي present 100 عدد واشكال كل فعل الافعال كل الافعال المستخدمه بالزمن الحاضر و future كل الأزمنة تبع الـ future وعندي الـ past كل الأزمنة اللي بالـ past. طيب categories categories verbs adjectives common noun و proper noun أسماء العلم. أسماء العلم November 80 كل شيء اسم علم لازم يكون مكتوب حرف كبير. تمام. طبعا inspection agreement تطابق يعني they go he goes لازم الفعل يتطابق مع الفاعل تبعه وكمان adjective noun لازم يكون عندي تطابق تطابق verb subject تطابق past participle subject. طبعا هذا بالفرنسي بيلزم اكثر من الانجليزي مع انه بالانجليزي كمان مطلوب اضافة الاس الى اخره. اذا عم بيلاحق لي الاخوة اخطاء بالنسبة للمشكلة فينا بهم الفرنسي اكثر المذكر والمؤنث لما نفرضت بيناتهم. بالانجليزي ما عندنا هالمشكلة كتير مذكر ومؤنث. spelling rectification anti-age إذن national varieties American English إذن هدول مأخوذة من الأمريكان إنجليش. British English make up British English Oxford Canadian English moisturizing. نعم categories شفناها. categories هون بالمقال يمكن ما كتير يلزمني لكن لما عم بعطي درس proper noun كل شيء proper noun اسم علم بيطالع ليها كل شيء common noun اسم عام بيطالع ليها على طرف كل شيء adjectives على طرف كل شيء verbs على طرف كل شيء adverbs على طرف. اذا عم بيحلل النص تحليل شامل. phrases nominal phrases الجمل او العبارات الاسميه اللي لا تحتوي فعل. prepositional phrases العبارات اللي تحتوي حرف جر. in your everyday hair routine of vegetable argan oil. verbal phrases جمل فعل جمل فيها فعل. I will have نعم parentheses parentheses كل شيء محطوط بين شفطين للشرح. sometimes even without seeing it نعم جمل معترضة بحسن أقول عنها بالعربي. طيب semantic function synthetic function هلا هون تحليل النص من حيث وين الفاعل وين المفعول
وين الكاجوال كومبلمنت كلوزال كومبلمنت فايند اوت هير هاو فايند اوت سمثينج adjectival compliment نعم لا ادعي انه انا كثير شاطر بهذا البرنامج يعني ما صار لي زمان منزله لكن شفته انه برنامج رائع ممكن يفيدنا بتدقيق النص قبل النشر نعم search ايش كان عم يعطيني whole word case sensitive لا بحث عن كلمة في النص طيب هلا نحن شفنا تدقيق النص في عندي كمان هون شيء اسمه ايش اسمه هذا اسمه guides بيعطيني spelling وبشرح لي قصص عن ال spelling وليش لازم تكون هيك وما تكون هيك lexicon grammar بشرح لي grammar للي عم بيمشي بالانجليزي مثلي بكهاوي بعدين بده يصير محترف اكثر هذا بيساعدني انه اكمل دراستي للانجليزي اذا بدكم اقوي حالي اكثر بالانجليزي style نعم phonetics sound meaning and spelling the organ of speech مقالات كثيرة عن اللغة history of English طبعا مثل ما كل هالشروح بالانجليزي كمان اتلخبط هون بروح على الفرنسي كتب في قواعد اللغة الفرنسية وكتب في قواعد اللغة الإنجليزية ظل عندي نشوف القاموس بعتقد هذا القاموس نعم إيش عم يقول لي ديكشنري هلا ديكشنري إذا أخذت فيديو أول شيء باخده من حيث الـ definition شرح لي الـ definition تعريفه منين جاي الكلمة وإلى آخره details from Latin video من أصل الكلمة من اللاتيني استخدامه من بين 100 كلمة 68% معناتها تستخدم كثيرا هذه الكلمة في كلمات بيكون استخدامها قليل جدا مفردات اختصاصية فبيقول لي انه كل كلمة شقد استخدامها more definition contain video هدول اول مرة طلعت عليهم بس انه في شيء بشرح بالفيديو كمان هذا بيكون اونلاين على الاغلب synonyms مرادفات للكلمة VCR antonyms no antonyms ما لا اضداد هذه الكلمة combination انه الكلمة بتجي مع كلمة تانية viral video ايش يعني viral video ما نقرأ نعرف semantic field الكلمات اللي لها علاقة بهذا المجال بكلمة video audio clip music هذا بالفرنسي بسميه شان لكسيكال يعني السياق الذي ترد فيه هذه الكلمة conjugation أو conjugation أنا اندهشت لما شفت إنه بالإنجليزي كمان في عندي جداول تصريف مثلا إذا أخذت eat تصريفه indicative بس مع هي شيء بياخد s present perfect past perfect بيعطيني تصريف الكلمة بكل الأزمنة المحتملة
إذن هذا كان conjugation تصريف الفعل. family عائلة الكلمة، لأن الكلمة بنحس إنه اشتق منها كتير كلمات، بيعطيني عائلة الكلمة. نعم، مين ابن عمه ومين جوز خالته وإلى آخره. quotation بيحط لي إياها ضمن quotation اقتباسات. history تاريخ الكلمة. etymology علم تطور الكلمة من الـ Old English إيتان، from Germanic إيتانان إلى آخره. في ناس بيهتموا بعلم تطور الكلمات. إذا هذا بالنسبة للقاموس، قاموس واسع. طبعا نفس القاموس كمان عندي إنجليزي إنجليزي وعندي فرنسي فرنسي فرنسي. نعم، في شغلة بالفرنسي فرنسي إنه أنا هون كنت شو eat، لما قلبت على الفرنش حط لي معه جي، ترجم لي إياها رأسا للفرنسي فوق. بالعادة بيعطيني كمان بال صورة باي ريجلنس بول سترونج نيوترال ويك. نعم، هذا كان بالنسبة لل قاموس. أنا بحاول ما أطول عليكم كتير مشان ما يصير الفيديو طويل كتير. بس آخر شغلة بدي أقولها، إنه مو بس عم بشوفها ضمن الوورد بالش اسمها كمان. طبعا أنا البرنامج هذا مالي شاري، أخذه برنامج مهكر يعني. فهون بيعطيني أنتيدوت فوائد نوفيل نكوات جيميل. كان هون محطوط عندي إشارة استفهام إنه يا ريت تشتري البرنامج. كوريكتور ولا مرة اشتغلته جوا المتصفح، يعني إذا أشتغل مثلا على النص الإنجليزي هون ضمن الدوك جوجل دوك، بس لازم يشتغل هون كمان. بضغط، لاحظوا موجود مع الجرامرلي والأنتيدوت، هذا أنا ضيفه. رح أوقف هون مشان ما أطول عليكم كتير، وبرجو إنه تكونوا هيك أخذتوا فكرة سريعة عن برنامجنا هذا اللي هو الأنتيدوت كوريكتور ديكشنريز جايدز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بالشباب. اسمع لي سكر الفيديو. هذا هو سكر.